وارسو تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا حول الأوضاع بالشرق الأوسط. قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي في عملية للجيش اليمني بصعدة. مادورو يتهم واشنطن بخلق أزمة إنسانية في فنزويلا لتبرير تدخل العسكري. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تنطلق اليوم في العاصمة البولندية وارسو المؤتمر الدولي حول الشرق الأوسط والذي يستمر لمدة يومين. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المؤتمر سيبحث ملف الإرهاب بالشرق الأوسط وتقليص المخاطر في المنطقة بمشاركة 60 دولة. قتل عدد من ميليشيا الحوثي بذران قوات الجيش اليمني في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة أن قوات من الجيش نفذت عملية خاصة هاجمت خلالها مواقع تمركز ميليشيا في مجمع الصخور في محيط مدرية كتاف، مؤكدا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وأسر 4 آخرين من عناصرها. يجتمع وزراء حلف الناتو اليوم في بروكسل لبحث العمليات في أفغانستان وكوسوفو والعراق. ووصل وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان للمشاركة في الاجتماع، بينما أضاف مسؤول بالحلف أن الاجتماع سيناقش أيضا ملف معاهدة القوى النووية متوسط المدى، وسيتاح للحلفاء فرصة لتبادل وجهات النظر، وذلك بشأن الآثار المترتبة على خرق روسيا لمعاهدة الأسلحة النووية. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بخلق أزمة إنسانية في بلاده، وذلك من أجل تبرير التدخل العسكري. وقال إنه لن يسمح بدخول مساعدات إنسانية ستكون ذريعة للتدخل الأمريكي في شؤون بلاده. وأكد مادورو أن بلاده قادرة على تغطية احتياجات شعبها وليست في حاجة للتسول على حد وصفه. أعرب رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لتمديد المهلة التي تنتهي في أول مارس، وذلك لزيادة التعريفات الجمركية على الصين في حين اقتراب الجانبان من التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة. وأكد ترامب في تصريحات صحفية أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ قد يحتاجان إلى الاجتماع قبل توقيع أي اتفاق، مشيرا إلى أنه لا توجد خطط في الوقت الراهن لإجراء محادثات بينهما. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.